فاميلي اليوم مع زينة غصوبة أكيد رح مثل ما قلت لكم نحكي عن علاقة المراهقات بالوالدة. هل علاقة المراهقات أو المراهقين كلهم سوا؟ بالكل بتكون شوي يعني متوتر شوي صغيرة، بس علاقة البنت بأمها شغلة كتير دقيقة. بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ منيحة، كيفك أنت؟ ليه اخترتي هالموضوع؟ قد ما عم يجيني كيسز اكشلي اخترته أنا ورانيا لأنه عن جد عم بيجينا كتير كيسز أنا سبيسيفيكلي بهذا الموضوع، وفي كتير خناقات بهذا الموضوع، في عدم تفاهم بهذا العمر. هلا اليوم التركيز كثير على هالعلاقه المميزه المحبه، اذا بدك كمان حتى الكره، في كره، في حب، في اندبندنس، في كل شيء بهالعمر هيدا. واوقات هيدا الموضوع بياثر لدرجه انه بيصير في تفاوت بين الام وبنتها لكل الحياه. بقى من هيك هالقد الموضوع مهم، بقى التمريك بيكون مش بس على هالفترة المراهقة، ممكن يمد لبعدين إذا صار في تباعد كتير كبير. بقى اليوم حديثنا كاتيا رح يكون عن شو الأشياء يلي بتأثر على العلاقة بهذا العمر، ونحكي عن شو الحلول، يعني أهم شيء بيناتهم بين الأم وبنتها. أول بس أصلاً ليه يعني ليه بيكون في هالكونفلي يعني، وهذا بأي عمر ببلش، شو بيكون سببه؟ يعني بعمر معين بيكون في علاقة كتير حلوة صح بين الأم والبنتها خاصة يعني. أول شيء ببلش بعمر 13، يعني بس يبلش سن المراهقة أكتر شيء بحسوا فيها ببلشوا بعمر 14. في عدة أسباب. أول سبب هو التنافس، يعني في نوع من تنافس بين الأم وبنتها بهذا العمر لا شعوريا. بيكون هذا الشيء مش إنه الأم بدها تتنافس مع بنتها أو البنت بدها تتنافس مع أمها، بس في نوع من الغيرة، منا غيرة جيدة من الطرفين. عادة بتكون من قبل البنت لأمها، غير إذا في عنا شيء بنسميه dysfunctional mom، يعني الأم ما عم تلعب دورها مثل ما لازم. بقى هيدي الغيرة ممكن تودي للبنت تصير تعصب كتير تجاه أمها، بتنتقدها على كل شيء، بتنتقدها على شعرها، على تيبها، على لبسها، على حكيها، على علاقاتها، على شغلها، على كل شيء عندها إياه بالحياة، بصير البنت عندها انتقاد للأم. هلأ حسب قوة شخصيتها للبنت ممكن تنتقدها بشكل لازع أو بشكل إذا بدك شوي خجول، بس الانتقاد بيكون موجود. هذا ما بيعني إنه البنت ما بتحب أمها، هذا ما بيعني إنه البنت أمها ما بتعجبها، هذا ما هذا نوع من إذا بدك شوية تمرد ونوع من غيرة. هيدي الغيرة بتكون البنت عم بتقول لأمها أنا بحاجة إنك تحكي معي شوي أكتر بهالأشياء هيدي، أو تعطيني وقت أكتر بهذا الإطار. إذن حتى هيدي المرحلة في إلها يعني نوع من المعالجة، أو نقدر نكون عم نمشي معها، مش إنه يعني إن طبيعي إنه البنت بتغار من أمها بهالعمر، مش الحال، شيء أمر طبيعي. في خطوات لازم تنعمل. صح، أول خطوة إنه تفهمي بنتك إنه هيدا الشيء موجود، لأنه البنت ما بتعود عارفة حالها إنه شو عم بيصير معها، إنه أنا ليه عم بيصير فيي هيك، ليه عم غار من أمي. يعني ما رح تجي تقلها لأمها أنا عم غار منك، يعني قد ايه بده يكون في تواصل قوي بين الأم وبنتها لتيجي تقلها مام أنا غيرانة منك، أوكي، أو مام عن جد مش طايقة كل شيء فيكي. ما بتحكي البنت، ما رح تحكي. بس شو الطريقه اللي حتى لي يعني هالشعور يكون كمان عم يتدارك، ينتداركوا يعني، يعني نكون عم نعمل له نوع من العلاج يعني، بدون ما حتى لي اوقات الحكي اذا بيكون هالقد يعني واضح ممكن يعمل يأذي. كمان ممكن بعد صح.
أهم شغلة هي الأم. الأم أنا دائما تكون واعية على الموضوع أول شيء. أول شيء بدها تعرف، لأنه الأميات بيجوا لعندي مبنكين إنه طب زينة، طب ليه هيك صارت؟ طب ما أنا بعمل لها كل شيء وبجيب لها أحسن شيء وحطتها بأحلى محلات وعم تعمل كل الأكتيفيتي تبعها. سو شو الطريقة؟ الطريقة هو أول شيء كاتيا إنه الأم تكون رايقة، لانه انت بتعرفي ام المراهق عاده المراهقه بدها تكون يا باخر الثلاثينات يا اربعينات يا خمسينات، يعني هي نفسها عم تقطع بمراحل وتغيرات وحاله ستريس وتنظيم بيت، واذا عندها شغل عندها شغل، يعني هي بدها تكون رايقه. قد ايه بدها تكون رايقه؟ بس بنتها عم بتكون عم بتقلل احترامها، او عم بتقول لها تيبك مش حلوين كل يوم كل يوم كل يوم، او عم تاخذ لاغراضها او عم تنزع لاغراضها، عرفتي؟ بقى هي الام بدها تكون متفهمه. ثاني شيء، في انا بقول لهم دائما للاميات تمضيه الوقت بين بعضهم اسبوعيا، يعني البنت وامها، اذا في بنتين بالبيت كل وحده لحالها، كل وحده لحالها، لانه بيكون في كمان نوع من غيره بهذا الموضوع. يعني في وقت ومن دون ما ينطرح الموضوع انه هذا الشيء انت غيرانه مني، هو الحديث بجر نفسه. اذا انت وياها لوحدكم هو الحديث رح يجر نفسه. بقى هي اول الامور هي الغيره اني والتفاهم، انه واحد الام تطول بالها، الام تهتم بحالها. قد في اميات بتعرفيهم كاتيا ما بيهتموا بحالهم، سو بس تكوني انت مش مهتمه بحالك قد ايه؟ اذا ما اهتمت بحالها الام رح يكون في غيره، بس اذا اهتمت بحالها كمان رح يكون في غيره. بس قول تهتم بحالها، انا ما عم بحكي بالشكل الخارجي، انا عم بحكي الاهتمام بحالها نفسيا. لانه انت بحاجه تكوني زين بحاجه تكوني دي ستريست للمراهق لحتى تقدر تتعامل معها، لتقدر مع المراهق. واول نقطه قلنا الغيره، ثاني نقطه هي الكونفليكت، نحن يعني هو بس يصير في خلاف. هون في تثبيت اراء، المراهقه بهذا العمر بحاجه انها تخلق مشكل، هي بحاجه انها تخلق مشكل لانه عم بتثبت شخصيتها. الأم بتعتبر أنه وعادة بتعمل المشكل أكثر مع أمها مش مع بيها. ليه؟ لأنه البي هون بيكون الحضن يلي لاقت كل شيء، وبيكون البنت كتير قريبة عبية بهذا العمر، ولازم تكون كتير كتير قريبة عبية بهذا العمر، لأنه منخلق غير مشاكل بعدين بالحياة. بقى هي بحاجة تخلق الكونفليكت، هي بحاجة أنه تعمل مشكل مع أمها تتثبت شو؟ انه شخصيتها مختلفة؟ تتثبت انه هي عندها آراء، تتثبت انه هي عندها تطلعاتها غير تطلعات امها. كمان اوقات الاميات بيغلطوا بشغلة كثير مهمة، انه دائما بيعتبروا انه هن اولادهم او بناتهم هن اكستنشن لهم، مش هن كائن لوحده بالحياه. نعم. يعني بتقول لها انت بتشبهيني بها، انت بتعملي مثلي بها، انت كذا بها. ايوه الصبايا عندهم دائما هالكلمه، انا مش مثلك، أنا او انا مش من عمرك. لا. او انا مش صح. بقى هي الام بتكون فخوره بهذا الشيء، ويمكن يكون في كثير نقاط مشتركه بيناتهم، بس منا امتداد للام البنت. نعم. الام البنت هي كائن لوحدها، عم بتنمي شخصيتها، عندها شكلها، عندها حاجاتها، عندها لبسها الخاص فيها، عندها كل شيء خاص فيها. بقى هون ممكن يخلق نوع من الكونفليكت كثير كبير بيناتهم. كمان هون دور الام. هلا الاميات باوقات بيقوموا علي انه زين نحن كنا بنتحمل كل شيء، يعني قال لهم انا شغله وحدي، انتوا الادلت، في فرق. نحن التينيجرز تبعنا هلا كاتيا غير التينيجرز من 20 سنه، لانه هلا التينيجر فكر البنت عمرها 13 سنه كانه عمرها 18 سنه. هلا ما كانت هينه من 20 سنه، بدي اقول لك منا هينه ابدا، منا هينه 20 سنه كمان كانت صعبه بعرف على الجميع، بس هلا صار الاكسبوجر. نعم. كثير اكبر. بننسى انه كمان الكل الترندز والبير بريشر، وكيف يعني عم يتعاملوا اصحابهم مع امهاتهم. يعني اوقات بنصير نقول انه طيب ما نحن بالبيت ما كان عندنا هالتنشن، كيف خلقت؟ طيب نحن كنا متفقين ومدبرين امورنا، كيف بين هالنوع من التصرف؟ في كثير اشياء بتجي من برا. هذا اللي عم اقول لك اياه، هذا عم اقول لك، من 20 سنه ما كان في هالاكسبوجر. يعني ما كان التينيجر عنده اكسبوجر لكل العالم بذات التكي بذات الثانيه، بيعرف اشياء هلا دغري بيقدر يعرفها بذات التكه، بينتبه انه انا يمكن في اتصرف بهالطريقه وانا عم بعملها يمكن تلاقي نتيجه اللي انا بدي اياها. صح صح. بقى من هيك هذا الشيء بيخلق الكونفليكت. هلا ثالث نقطه يلي هي اهم نقطه هي التواصل.
في مشكلة تواصل كتير كبيرة منلاقيها بين الأم وبنتها بهذا العمر بالذات، لأنه بهذا العمر مثل ما قلنا هي عم في نوع من جالسي، قلنا في غيرة، في نوع من كومبيتيسيون بيناتهم، وفي كمان يلي ذكرناه هلا تصادم. عشان يتنافسوا زينة من وراء الجلسي، هي البنت بتتنافس مع امها، البنت بدها تكون احلى من امها، بتكون بنت بدها تكون اذكى من امها. بس هون علاقه البنت ببيها لها علاقه بهالمنافسه. صح، اوقات بتحب تاخذ دور امها مع بيها، يعني ممكن هذا الشيء يحصل. هلا اذا كانت علاقه كثير طبيعيه بالبيت، انتبه نحن عم نحكي عن الزوج، عم نحكي عن العلاقه بين الزوج الطبيعيه طبعاً. عن عائله على اما عندها مشاكل ابدا، ما في اباندمنت ايشوز، ما في مشاكل من قبل الام، ما في كل هون، ما في طلاق، عم نحكي عن حاله طبيعيه بقلب البيت. هذا تنافس طبيعي، يعني بالعكس اتس هيلثي. بس هون البي شو بيكون دوره؟ البي بيلعب دور، بيحترم، اهم شيء يحترم مرته ويحبها ان بابليك مع قدام بنته، وبذات الوقت يعامل بنته كانها هي البرنسس تبعه، مرته الكوين الملكه وبنته البرنسس. بس يضل يعني واضح بالنسبه لهالصبيه. ايه كل واحد شو مطرحه عنا. اتصال من بي، شو رايك؟ ايه اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. الو الو، يا هلا، مين معنا؟ احمد فهمي، تفضل. اهلا. عندي سؤال مدام كاتيا لدكتور خفوف. مدام زينة عم تسمعك، تفضل. احمد، اوكي. انا سيد العروس، تجوزت عمرها 25 سنة. نعم. وصار في تنافس بين الام والبنت. تنافس بين الام والبنت. نسبة انه البنت استعنا كان كثير تقيل ومرتب من باريس من جاي. بدك تطفي التلفزيون لنقدر نسمعك منيح من الاباراي احمد. اوكي. فستان الام كان ستيل ستار، طلبت البنت من امها انه انت كام مفروض تلبسي فستان يكون ثابت ويعطيكي عمرك، يعني اخر الاربعين. نعم. ليش عم تلبسي فستان مثل بنت 30 متر معي؟ نعم. وقالت لها كلمه بشعه انه بكل عرس في قرص، انت قرصتي نهار عرس. ايش؟ سؤال. اهلا وسهلا فيك. بتصور يعني مشكله بتختصر كثير اشياء. احمد عم بيقول انه العرس البنت بدها تتزوج بعمر ال 25 سنه، الام بالليت 40s باخر الاربعينات، ولكن فستان الام عم يغطي على فستان العرس، وفايته ستار على العرس مش فايته ام عروس. وهالشيء خلى انه البنت تعتبر انه كل عرسه له قرص، بنقول باللبناني، فهي قرصها العرس. يعني تصور لاي درجه عم بيحكي عن بتعبر. عم بيحكي عن حاله التنافس احمد بين هيدي حاله تنافس كبيره. هيدي حالة في هيدي، بس كنت عم اقول لك انه في مشكل بيبقى بالام، يعني الام في عندها انسكيورتي هون، عندها حالة نقص بدها هي تبين قبل بنتها. يعني طبيعي البنت تكون عم تعمل هالردة الفعل. طبيعي جدا انه تعمل هالردة الفعل، لانه العائلة الطبيعية او الام اللي بتكون عم تمشي عم تحضن اولادها بتبين بنتها قبلها، يعني هيدي حالة طبيعية بالحياة. إذا الأم ما عم تقدر تعمل هذا الشيء يعني ضروري يكون في انتباه كبير مع كل هلأ، يعني تغيرنا، يعني إن كان من عمليات التجميل أو إن كان من اللبس والبهرجة اللي كتير كبير، إن كان الأم يلي يعني السيدة اليوم صارت بتهتم بحالة أكثر بكتير من الأول، إنها كمان بنفس الوقت تقدر تحافظ على صورتها كأم بالنسبة لأولادها تحدي. وضروري إنه تنجح فيه الهيئة، وإلا في مشكلة كتير كبيرة. ما بقى معنا وقت زين، إذا بتختصري لنا بس الموضوع. كنا عم نحكي عن التواصل، وبدي أحكي بعد على شغلة كتير مهمة ذكرتها هيك على السريع، هي ستريس.
بهذا العمر عندك البنت عم تقطع بحالة ستريس قوية لأنه عندها تغيرات بجسمها كتير وتغيرات خارجية بجسمها، والبنت بهذا العمر بيكون عندها شوية بشاعة، يعني بيكون عندها حبوب بوجهها، عندها هالأشياء، والأم بتكون كمان عم تقطع بحالة ستريس. بقى يعرفوا أنا بعطي تكنيكس أوف دي ستريسينج لاثنين بهذا العمر ليعرفوا يقدروا يتواصلوا. عرس او اي يعني مناسبه تانية او اي حتى لبس باليوميات، هيك نصيحه صغيره اختبرتها انه منيح انه البنت تكون عم تعطي رايها بهالثياب. ايه هذا اللي كان بدي اقوله، يعني اذا عم تعطي رايها فيهم ما بقى عندها مجال لحتى تكون ولا غيراني ولا شيء، وضل قادره تشوف حالها باما مثل ما هي لابسه، لما بدها تشوف حالها باما قدام اصحابها كمان، انه هالام محافظه على وجهها الامومه حتى لو كانت عم تلبس مرتب، بس ما تكون كمان عم هيك بتنقل على غير عمر كأنه عم ترجع لورا. هالشي كمان بيعمل كثير ستريس للولاد. صح، وهون كمان في شيء هي هالصداقه يلي كثير حلوه كمان بهذا العمر، انها تنقي لاغراضها هي لامها، والام ذات الشيء بموافقه البنت اكيد، مش حلو تكون كنترولينج خاصه اذا كان عرس، يعني مش كنترولينج عليها. ثانك يو زينه، رح ناخذ هلا وقفه ونرجع نتابع نحن وياكم مع ايت سمارت، خليكم معنا. We'll be right back.